الكرام بأول نشرة أخبار لهذا الشهر. نعيدكم بالمجز بأهم وآخر الأخبار كل يوم جمعة بتمام الساعة 6 مساء طيلة شهر تشرين الأول. أما الآن إليكم أهم العناوين. ما هو السرطان وكيف يتم انتشاره في الجسم؟ سرطان الثدي المرض الذي يخيف النساء أكثر من أي مرض آخر. الشارع الأردني ومعلوماته الطبية. لننتقل إلى بدر ليخبرنا عن أهم التفاصيل حول مرض السرطان. خلايا الجسم بشكل طبيعي بصير فيها انقسامات عشان تبدل الخلايا الميتة الثانية. لما يصير في خلل بالانقسامات ممكن هذا يتحول إلى سرطان. السرطان هو عبارة عن انقسام بالخلايا الجسم ما بتحكم فيه. السرطان ممكن يصيب كل أعضاء الجسم وكل المراحل العمرية، بس بزيد نسبة حدوث السرطان كل ما الواحد يتقدم بالعمر. من ناحية تشخيص السرطان لازم الدكتور يعمل فحص ويأخذ عينة من النسيج ويفحصها تحت المجهر. ومن ناحية العلاج في علاج جراحي، في علاج كيماوي، وفي علاج إشعاعي. في نوعين من الأورام، أورام حميدة وأورام خبيثة. أهم فرق بيناتهم إنه الأورام الخبيثة بتنتقل حوالين الجسم كله وممكن تغزو الأنسجة اللي حواليها. نحكي عن سرطان الثدي شوي. سرطان الثدي هو السرطان رقم واحد في الأردن في الإناث. والأشياء اللي ممكن تزيد خطر تعرض لسرطان الثدي هو تاريخ العائلة وعامل العوامل الوراثية وتاريخ التعرض للإشعاع وتاريخ التعرض لمواد مسرطنة. أما الآن سيخبرنا يزن أكثر عن مرض سرطان الثدي. يعرف سرطان الثدي بأنه نمو غير طبيعي لخلايا الثدي ويمكن أن ينتشر لمناطق أخرى في الجسم، ويعتبر الكشف المبكر ضروري جدا للحصول على علاج فعال ونجاة من المرض. هلا هنا في عوامل بتزيد الخطورة بالإصابة بسرطان الثدي، منها هلا الأسباب بشكل عام مش معروفة، ولكن هناك عدة عوامل أخرى قد تزيد فرصة الإصابة بسرطان الثدي، ثم عوامل الخطر وليست بالضرورة أن تكون سبب لسرطان الثدي. منها واحد إنه كونك كأنثى، اثنين التقدم في العمر، كلما زاد تقدم في العمر زادت فرصة الإصابة في المرض، وجود بعض الطفرات مثل طفرات جينات خاصة بسرطان الثدي الموروثة، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، والتعرض لكميات كبيرة من الإشعاع، إصابة شخصية بسرطان الثدي أو سرطان المبيض، انقطاع الطمث بعد سن 55، عدم الإنجاب، إنجاب الطفل الأول بعد عمر 35 سنة، البلوغ المبكر أي بداية الطمث في عمر 12 سنة، استخدام حبوب موانع الحمل حالياً أو مؤخراً. السرطان مرض خبيث. لننتقل إلى مراسلتنا روز لنطلع أكثر على مدى معرفة الشارع الأردني عن سرطان الثدي. لعشاق العلم والمعرفة أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا اليوم من قلب عمان. عم بنشوف مدى معرفة الشارع الأردني عن مرض سرطان الثدي، فيلا تعالوا معنا تنشوف. مرحبا، كيفك؟ أهلين. بتعرفنا عن حالك؟ عثمان بني حمد. أهلا عثمان، شو بتعرف عن مرض السرطان؟ مرض سرطان الثدي يعني هو إجمالا انتشر في الفترة الأخيرة أكثر من قبل، وإجمالا بصيب النساء أعلى من الرجال. وحسب ما مثلا ما بينشر مركز حسين للسرطان انه الكشف مبكر عنه بيفيد كثير في العلاج منه، فكلما كان ابكر الكشف عنه فرصه العلاج تكون اكبر. برايك نسبه مرض السرطان منتشر في المجتمع الاردني؟ في نسبه كبيره منتشره يعني. طب في حدا من اهلك انصاب لا سمح الله؟ لا لا الحمد لله. طيب اوكي، شكرا عثمان، يعطيك العافيه. عفوا، يا اهلا. مرحبا، كيفك؟ اهلا، تفضلي. شو بتعرف عن سرطان الثدي؟ كتله بتكون خبيثه بتطلع بمنطقه الثدي. طب برأيك هو كتير منتشر بالنساء بالمجتمع الأردني؟ هو السرطان بشكل عام يعني منتشر هالأيام سواء ابتدي أو غيره، يعني ما بعرف شو الأسباب بس إنه منتشر. تمام. مين أكتر النساء عرضة للإصابة بالسرطان تبع الثدي يعني؟ يمكن فوق 40. أوكي، شو الأعراض المحذرة لوجود سرطان الثدي؟
بحسه بكتل الكتلة بتكون فوق ال أوكي. برأيك للكشف المبكر أهمية إشي؟ طبعا سواء بالبيت أو بالمركز يعني. شكرا كتير. What do you know about breast cancer? I know that it's yeah what do I know about breast cancer? I know quite a lot. I mean yeah, it's really common nowadays, so it's really bad thing. In a lot of countries they're trying to well, I cannot come up with the word. Catch it early. Yeah, they do. I mean, they have like every year or every half a year for persons that are above like 45. They check it, so I think that is really good that they're early in the stage and can try to prevent it to become worse. Yeah. Yeah, to be honest, I think nowadays everyone in my environment knows at least one person that had it. So, yeah. Do you have anything to add? No. Okay, thank you very much. You're welcome. Thank you. Hi. We're just making a study about breast cancer. What do you know about breast cancer? Not a huge amount. Sir, what do you know about breast cancer? I know that the lump, like if people feel a lump in their breast, then it's a indication that they could have breast cancer. Do you think early detection is important? Very much so, yeah. What about you? Yeah, the same, yeah. Do you know anyone who suffered from breast cancer? No. No. What do you think is the right age to get examined? I would imagine in your early 30s, probably. I would say 20s. Yeah. Mid 20s. Yeah. All right, thank you so much. All right. مرحبا كيفك؟ انا الحمد لله. شو بتعرف عن سرطان الثدي؟ ايه انا بعرف انه هو موجود عند الاكيد عند الستات يعني وانه بس هيك انا بعرف عنه انه هو في منه خبيث وفي منه حميد هيك بعرف. طب ليش مش ممكن يكون عند الرجال كمان؟ شو؟ ليش مش ممكن يكون عند الرجال يعني ايش بس عند الستات؟ والله ما بعرف انا هيك حسب بينا. لا هو عند الجنسين. اوكي برايك هو كثير منتشر بين النساء بالمجتمع؟ ايه لا ما بنش انه هيك مش عارف. طب مين هم الستات الاكثر عرضه للمرض؟ هم اتوقع اللي بيكونوا كبار بالعمر، بجوز انه التدخين بياثر على هذا الاشي وفي عده عوامل، برضه البيئه اشياء هيك يعني. تمام. شو الاعراض اللي بتكون محذره لسرطان الثدي؟ والله انا ما بعرف انه شو هم الاعراض اللي بتكون بصراحه. برايك الكشف المبكر له اهميه؟ ولا اكيد اكيد يعني هذا الاشي بياثر، ما هو كل ما كبر كل ما كان الاشي اصعب. اوكي شكرا كثير. مرحبا كيفك؟ اهلا حبيبتي. شو بتعرف عن سرطان الثدي؟ هو يعني زي غده بتطلع في الثدي وبتاثر على انه هي لها دخل بالهرمونات وبتاثر على النمو وعلى يعني على الحليب على اشياء زي هيك. برايك سرطان الثدي منتشر بشكل كبير بين نساء الاردن؟ منتشر بس يعني نسبه تقريبا 70%. مين هم النساء الاكثر عرضه للاصابه بمرض السرطان؟ هم النساء من بين 20 ل 40 سنه تقريبا بعد 40. شو الاعراض المحذره لوجود سرطان الثدي؟ اعراض ما بعرف اعراض. طب برايك للكشف المبكر في اهميه؟ ايه في اهميه للكشف المبكر. اكيد بيساعد بالعلاج. اوكي شكرا كثير. ما هو سرطان الثدي؟ هو مرض بصيب بعض السيدات خاصة في سن الأربعين يعني بتبدأ هون الخطورة، لذلك مشان ضروري إنه يتم الفحص بهذا السن. برأيك هو منتشر بشكل كبير بالأردن؟ هو في انتشار موجود وفي كمان العلاج كمان موجود. طب مين هم السيدات الأكثر عرضة حقت أكثر من 40 سنة؟ أوكي شو الأعراض اللي بتكون موجودة لسرطان الثدي؟ أعراض بتكون محذرة لسرطان الثدي؟ الأعراض حسب علمي يعني إنه بتكون في أورام، وهذا الورم بسموه الورم الخبيث يعني، والإحساس فيه بتكون عن طريق يعني الحرارة أو دوخة يعني هيك معلوماتي يعني عارف ما بعرف إذا كان صحيح ولا لا. أوكي طب برأيك للكشف المبكر أهمية؟ هذا أكبر أهمية لأنه ممكن إذا كان اكتشفت الست وجود هذا المرض
إذا كان في البدايات علاجه يعني فعال بدرجة 90%. أوكي شكراً كتير عمو. أهلاً. شو بتعرف عن سرطان الثدي؟ نعرف إنه نسبة عالية كثير من الأردنيات يصابوا بهذا المرض. طيب مين هم النساء أكثر عرضة لهذا المرض؟ اللي بيكون عمرهم ما بين 40 و50 بتوقع هيك. لا أكثر بتوقع النسوان يعني اللي مش مخلفات كتير أو مش متجوزات. لا يعني بس إن النسبة بالنسبة للعمر ما فوق 40 يعني ما بين الرينج تبعهم بين 40 و50. طيب شو هي الأعراض المحذرة لوجود مرض السرطان؟ إذا بتحس إنه بتعمل تشيك وإذا بتحس إنه في إشي مش مزبوط بالثدي فمعناته إنه لازم تروح تعمل تشيك. برأيك للكشف المبكر فيه أهمية؟ طبعاً طبعاً. تعمل سرطان. شكراً كتير. أهلاً. شو بتعرف عن سرطان الثدي؟ سرطان الثدي بعرف إنه ممكن يكون كمية ألياف منتشرة بالجسم بمكان معين ممكن. برأيك سرطان الثدي منتشر بشكل كبير بالأردن؟ منتشر بشكل كبير ما بعرف قد ايه نسبة بس انه ممكن يكون منتشر بس ما بعرف قد ايه نسبة. طب مين هم النساء الأكثر عرضة للمرض؟ أكثر عرضة للمرض أظني فوق عمر 30 أعمار الثلاثينات والأربعينات. أوكي برأيك في الأعراض المحذرة للمرض؟ إنه إيش في أعراض محذرة للمرض؟ أعراض سرطان الثدي بشكل عام ممكن يظهر كتل على صدر حوالين صدر المرأة وبتتميز هي انه ممكن تعالج تروح تتعالج او ممكن. طب الكشف المبكر له اهمية؟ اكيد طبعا كل ما كشفت مبكر اكتر كل ما انه كان في فرصة لحتى ممكن انه تستوعب العلاج بشكل اسرع. اوكي شكرا كتير. مرحبا كيفك؟ الحمد لله. شو بتعرف عن سرطان الثدي؟ هو ورم بيكثر طبعا لانه اعراضه يعني لما تكبر من بعد 40 بتحس هيك زي ورم بصدرها. طب برايك هو منتشر بشكل كبير بالمجتمع الاردني؟ المجتمع الاردني والله انا يعني كثير بسمع عنه صح كثير منتشر. شو الاعراض المحذره لوجود مرض السرطان؟ الاعراض هيك هي يعني بتحس بورم بصدرها. طب برايك في للكشف المبكر اهميه؟ اكيد الكشف المبكر احسن يعني. اوكي شكرا كثير. شكرا. شو بتعرف عن سرطان الثدي؟ هو عباره عن ورم بصير بالثدي. طب برايك هو منتشر بشكل كبير بين نساء الاردن؟ لا مش كثير منتشر بشكل عام. طب مين هم السيدات الاكثر عرضه لهذا المرض؟ اللي فوق سن 40 سنه كبار بالسن. طب برايك الكشف المبكر له اهميه؟ طبعا يعني له اهميه كثير كبيره بانه بيحد من المرض نفسه انه بيقدر الشخص يتفادى هذا المرض بسهوله. اوكي شكرا كثير. كانت معكم روز الحجاج مراسلة الحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي عمان الأردن. نهاية نشرتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء. اعمل شير الفيديو على فيسبوك وتويتر واعمل جوين للإيفنت.